Hey, I'm on vacation. Everything is there. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من شو راي. الاسبوع الماضي التمسنا قدوم عيد الاضحى، ان شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالخير. يا جماعه بعرف انه اجراءات كورونا مثل اجركم وتبهدل كثير الفيروس عنا، بس لما كنتوا تبوسوا بعض اذا بتريدوا حددوا وين بدكم تبوسوا وكيف وجهكم بده يكون عشان ما نوقع بما لا يرضي الله. اتفقنا؟ اتفقنا. فمثل ما بتعرفوا بهذا العيد بعيد الأضحى بيصير في أضحية اللي هي على الأغلب بتكون خروف. هون جماعة الفيجيتيريان والضريبة السوشي بيتكهربوا عبال ما كلنا نتكهرب أمانة يعني. مهم سعر الخروف الحي ببلش من 500,000 من 500,000 ليرة سوري ببلش سعر الخروف المتوسط، وتقريبا عشان ما ينطوا الفزليك إنه لا أنا مبارح اشتريت خروف بليرتين انتهينا من هذا الموضوع. السبب الوحيد لارتفاع سعر الخروف الحي هو النعجة صراحة متخلي في ستوكهولم قيصرية، ما في حل يعني. شو تضخم؟ ايه غيره يعني. بعد هاي الأسعار كلمة خروف رسمياً تطلع من قائمة المسبات، وحمودة وحدات صار فيك ترتاح. هلا بالعيد كلنا بنعرف ديزني لاند يلي بتصير عنا بالحواري اللي هن ألعاب العيد، مع انه كان في توصيات انه ما يكون في ألعاب عيد، بس في حواري بتنفض يعني من الموضوع. منزلين لعبة جديدة اسمها الزقزوقة، أحد مشتقات المرجوحة. هي اللعبة بس بتزقزق ما بتمرجح عليها الأولاد، وحصراً ما بتشتغل غير ليطلع عليها 5,000,000 نسمة طفل. ما بعرف بالضبط شنو 5,000,000 طفل لازم يطلعوا عليها لتشتغل اللعبة. بالإضافة إنه سلامتهم لهدول الأولاد يعني متعلقة بحبلة هيك بس بيربطها على باب السفينة أو المرجوحة أو الزقزوقة أو ما بعرف شو اسمها. هي كل السالفة. الشيء اللي ما عم بفهمه إنه شو دخل الحصان بالعيد؟ يا حرام يا حبيبي يا حصان، يا روحي يا حصان، لو معتقل بسجن جوانتانامو ما بيعملوا فيك لهالقد. ضرب، تعذيب، نكش، رفس، كهرباء، ضالة يغطوا له راسه بكيس نايلون ويحرقوه وعايش احفاد اسامه بن لادن. عسيرة العطش. كلنا بنعرف انه خفت اناني المي من السوبر ماركت ومن الاسواق ومن الكشوكه، وصل تقريبا سعر انينه المي الصغيره بين 1000 لل 1500. الا 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 هناك دائما ناجي وحيد، محلات التصيف صار في عندهم اناني المي، وطبعا هنيك ما بقدر بيصفوك السعر تبعها طبعا حسب برودتها. يا محاسن الصدف، بيستاهلوا يبلوا ريقهم قاعدين بشموس طول الوقت. الكل يلبس فواشات ويجهز الميوهات. ليش؟ لأن صار في تدخل إيجابي من المؤسسة. هو سؤال ليش ممكن تتدخل تدخل سلبي؟ ما له علاقة حبيبي. المهم المؤسسة قامت بتسيير 6 سيارات، ولا واحدة ولا 2 ولا 3، 6 سيارات محملة محملة اناني مي. كل سيارة فيها 300 أنينة مي. إذا بتحسبون شوي 300 أنينة تقسيم 6 بيطلع عندك 50 طرد مي. 50 طرد مي على 10 محلات يعني كل محل بيطلع له 5. هي كل حارة نحن بنحكي. نايس، تدخل إيجابي. لايك. حياتنا عاملة مثل الشرشف بس بلا مطيطة، مين ما بتشد بتفلت من الطرف الثاني. منيح لي تدخلوا لأن بلشنا نتحول لصبار. كلمة صبار عم بتذكرني موقف صار من كم يوم، يلي بيشوف تقنين غيره بيهون عليه تقنينه. شوف هون أجنحة الشام شفتها طبيت لها المكيف. هاي المرة 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 وقعت هاي. صور صور. والله المفروض لا حبيبي احنا منطين فلوس ما منطين نوه، احنا جايين من العراق هنا ما جايين نموت. تبريد عاطل شغليه ماكو كعشي. يا شباب حدا يفتح عليهم باب الطياره يغزهم بالشوكه يشوف اذا استووا. يا عمي اعتبروه سفره على ظهر جمال، هوب هوب وله جناحين. اي شيء كون مالتي تاسك. انا ما عم بقدر اتخيل الوضع بالطياره، 50 زلمة بعرق ونفس وعالم وضغط. هذا اللي بيموت بوزعه عن روحه بوزه، خلي العالم تترحم عليه. المهم يوصل حدا منهم عايش يعني. نحن ما كنا على البحر هذا الاسبوع، فقاعدين بالبيت ومالين، ما عم نعمل شيء، فقررنا ننزل نسال العالم بالشارع اسئله. شو سالناهم؟ فبعتنا مراسلنا اللي هو انا، لانه انا اسال واحد فيهم. روح. شرشر شمع عشرشف شريف. شرشر شمع عشرشف شريف. شرشر شمع عشرشف شريف. شرشر شمع عشرشف شريف. شرشر شمع عشرشف شريف.
شرشف شمع عشرشف شريف، شرشف شمع عشرشف شريف. كل ثلاث بساس بسبع اكياس، كل بس بكيس ست بساس بسبع اكياس، كل بس بكيس ست بساس بسبع اكياس، كل بس بكيس ست ست بساس بسبع أرنبنا بمنور أنوار، أرنب أنور بمنورنا، أرنبنا بمنور أنوار وأن منور أنوار، أرنب أنور بمنور مرنبنا أرنبنا بمنور أنوار، أرنب أنور بمنورنا. قول عشان نعرف المرة شو برباح، ما معي مصاري بدي أربح مصاري. ليرة ولا ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليرة ولا ليرة، ليرة ولا ليرة، لا ليرة ولا ليرة، قالتها صح. ليرة ورا ليرة، ليرة ولا ليرة، ليرة ورا ليلة، ليرة ولا ليلة، ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليلة، ليرة ورا ليلة، ليرة ورا ليلة، ليرة ورا ليلة، ليرة ورا ليرة. خيط حرير، خيط حليب، خيط حرير على حيط خليل، خيط حرير على حيط خليل، خيط حرير على حيط خليل، خيط حرير على على حيط. ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليلة ليرة ورا ليرة، ليلة ليلة ورا ليلة، ليلة ولا ليلة، ليلة ولا ليلة، ليرة ولا ورا ليلة، ليرة ورا ليرة، ليرة ولا ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة. كم مرة؟ عشرة. شو باخذ ليرة؟ لا شو لك، شو استفدت؟ لا شو لك، بدي بالري انا لانه بنشف ري هلا. ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة. كم مرة؟ والله تعبت يا اخي. ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة. اخر واحدة خربطت. ليرة ورا ليرة، هي قبل اخر واحدة. ست بساس بسبع كياس، كل بس بكيس، ست بساس سبع كياس، كل بس بكيس. كم مرة؟ خمسة. طب هي قلتها يا زلمة، والله تعبت. شو ماني شبرك، والله ماني شبرك. خلص عاشت يا عاشت. بعد ما عرفنا كيف فينا نلفظ هدول الجمل الحلوة، هلا صار وقت نروح لأخبارنا العالمية. كان في مقابلة على تلفزيون عراقي مع راقصة لبنانية. شوف. بالله أعطيني الدفتر بس خمدي عن جد يسجل هو هون وراك. شنو فوائد الرقص الشرقي؟ أو فوائد كتير. حابين نعرف الفوائد، احكينا من هذول الكتير إيش؟ أول شيء جسدياً هو سبور كتير مفيد للجسم، بيحرق كتير كالوريز، بشد الجسم. يعني كل مرأة حابة إنه يكون جسمها سبورتيف ومشدود لازم ترقص شرقي. منه بتكون عم ترقص هي ومبسوطة، ما بتحس حالها إنها عم تعمل سبور ومزعوجة، ويعني فرض واجب تعمل رقص وسبور. بينما نفسياً بيخليك يعني بتعمل دف، وما بتطلع كل الطاقة السلبية اللي عندك بالرقص. الطاقة السلبية وبيعطي طاقة إيجابية. مهنتي أنا هلأ بشوفها أحسن من مدرسة عم بتطلع أجيال. لا أوكي. أي يا واد، درسنا اليوم ABCDEFGHIJKLM دي مدرسة رقص. هاي طيب أنا عندي حل، مدرسة وبنفس الوقت راقصة، بصير اسمك مدرسة رقص طبيعي، بتربي أجيال بتخلوني يهزوا. قلت لي مدرسة ورقص، ما فيني سجل. أنا وأصحابي ورفقاتهم ورفقات رفقاتهم منشد على إيدك أو منشد على إيدك، أبوسة رحمي المدرسين اللي بيربوا أجيال. نحن الأجيال تبعاً غير شي بلا ترباية. أبوس إيدك، خلي حدا يربيهم لهدول الأجيال اللي عنا، نفسهم هدول الحصان. معلمك بيقبضوا أكتر مننا، والله العظيم بيقبضوا أكتر مننا، على أساس نحن نقبض يعني. مهم هاي رح نشيلها لأنه رح تلزمنا بالدروس البرايفت، وبتكبر الجسم. الجسم. رح نضل بأخبارنا العالمية، وهالمرة من العراق. ومن وين؟ من على الأسطوح.
بلشت القصة مزح وصار الجد. شوف. السلام عليكم ورحمة الله، شلونك بايدن حبيب قلبي؟ أول شيء لا تنتبه على هذا، كلش طبيعي، هذا بالعاصفة طار، مو موضوعنا. بايدن، if you don't help me, I will jump. I will انتحر. I'm not joking with you. بايدن، fire in hospital. The weather in Iraq is hot. Not swimming. Not كلشي, not كلشي, not think. بايدن، look for me. If you don't help me, I will jump on the street. خاف عبالك اشياء قوية اكتر، هذا سطح. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي يا بابي، شلونك؟ حبيب قلبي، أبرسل لك قنابل شوق تضمك من تحت لفوق. If you don't send me برحلة صيفية, I will jump. وربنا حجمب. I will انتحر. I'm no kidding with you. I open Instagram and I see دكتور عظمية. ركب رجلين كواع. مفاصل. If you don't help me, I will jump. I will jump. وربنا jump. I am not joking with you. Seriously. This is serious. فخاد on fire. شمس on fire. Summer on hot. This is no swimming. Not swimming. Not all. لا تقول لي ولا أقول لك. Invite me please. يلا يا قلبي يلا روح انتحر روح. بنهاية حلقتنا أنا بس بدي أوجه رسالة للفنانة ليليا الأطرش. لما تفتحي لايف يا عيوني يا حبيبتي نحن ممكن لك كل الاحترام، ليش عم بتسبينا وليش عم تبهدلينا؟ نحن جمهورك عم نحضرك، ما بعرف شو البهدله اللي عم تبهدلينا اياها. تضرب انت والشرب يا حيوان، لبقى تشرب لكان. يلا يلا يا حيوان انت وياها. طب طلعوا يعني طلعوا، انا عم ورجيكم وقلك فوري ولك اذا انتوا بصح لكم تجوا تسهروا عليه. وربنا وربنا I will jump. شو هاد؟ شو اللي عم تعملي؟ وليش عم تعيط علينا وتبهدلي أهالينا؟ تصطفلي شربانة مو شربانة، هذا بيرجع لك الموضوع. شو بك؟ ولا اعتذرتي؟ ورسالة لكل اللي عم بيحطوا ستوري لوائل كفوري سكر على مربى، اوعك تتغمي عزيزتي المشاهدة مثل المتبرع بالدم الجديد وانت بالحقيقة سورك على متبل. اوعك. اذا حبيتونا حطونا لايك وشير، واذا ما حبيتونا فوتوا سبوا علينا عادي. ليليا الأطرش ما حتكون احسن منكم. تصبحوا على خير.